انطلقت اليوم بولاية وهران غرب الجزائر أعمال الندوة الثامنة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا، وسيبحث المشاركون على مدار 3 أيام في هذه الندوة التي ستعرف مشاركة مسؤولين رفيعين في الاتحاد الإفريقي عديد القضايا والمسائل المتعلقة بالأمن والسلم والتنمية. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من وهران موفد قناة الجزائر الدولية فهم أبو عبد الله. فهم، مرحبا. مساء الخير أو صباح الخير لك زميلتي ولكافة مشاهدي قناة الجزائر الدولية. إذن كما تتابعون، نحن الآن متواجدون بعاصمة الغرب الجزائري بوهران لتغطية هذا المنتدى الإفريقي حول السلم والأمن الإفريقيين الذي تحتضنه الجزائر للمرة الثالثة على التوالي. في هذه الأثناء والوزراء أو الوفود والشخصيات سواء التابعة لمجلس السلم والأمن الإفريقي أو كذلك وزراء الخارجية الذين شاركوا في هذا المنتدى، في هذا الأثناء هم مجتمعون في اجتماعات مغلقة للخروج ربما ببيان ختامي أو بآليات حول توحيد الرؤى وتطابق الرؤى الإفريقية. تجدر الإشارة فقط قبل أن أخوض أكثر في تفاصيل هذا الحدث الإفريقي الهام الذي تحتضنه الجزائر، أن الكلمة الافتتاحية للسيد وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة كان قد أكد على ضرورة تكثيف الجهود الإفريقية وكذلك ضرورة التعاون والتضامن من أجل دعم ممثلين الدول ممثلي إفريقيا في كل مؤسسات الأمم المتحدة وعلى رأسها مجلس الأمن الأممي، وكذلك إعادة إفريقيا إلى واجهة الصراعات أو إلى واجهة المبادرات السلمية من أجل حل الأزمات الإفريقية. في مجمل اليوم الأول، هذا ما كان في مجمل اليوم الأول من منتدى الأمن والسلم الإفريقي الذي تحتضنه الجزائر. ننتظر بين الفينة والأخرى انتهاء الاجتماعات المغلقة للوزراء والشخصيات والوفود الإفريقية المشاركة في المنتدى، ننتظر بين الفينة والأخرى انتهاء هذه الاجتماعات المغلقة وكذلك المجيء إلى هنا إلى هذا المكان للإدلاء ربما بتصريحات حول بيانات ختامية أو حول كل تفاصيل هذا المنتدى الذي تحتضنه الجزائر، أذكر للمرة الثالثة على التوالي، وهي الطبعة الثامنة للندوة رفيعة المستوى حول السلم والأمن الإفريقي الذي تحتضنه عاصمة الغرب الجزائري وهران. نعم، شكرا لك فهم أبو عبد الله، كنت معنا على المباشر من ولاية وهران.